واتكلمت معاه لما كان رده ايه عليك؟ ايه كان مبسوط؟ اه طبعا جدا. طيب مرحب. وانتوا جايين في القطر بقى ايه اللي كنتوا بتتكلموا فيه انتوا الاثنين؟ كان والدي كان بيقول انا خايف من نقطه واحده، انا اتمنى، واي حد يتمنى. طيب احنا بجيب لك الكابتن فتحي نصير على التليفون اهو عشان نفكره. كابتن فتحي. ايوه يا ابو الكباتن. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك يا مجري، اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشنا. ازيك يا كابتن مصطفى عظيم. الله يخليك كابتن فتحي. دلوقتي انا معايا الكابتن محمد بدير ولسه بيقول لي انا عاوز افكر الكابتن فتحي لما رحت الاختبارات، هو هيسلم عليك وهو اللي هيحكي لك بقى، وانت هتفتكر اكيد. انت بسم الله ما شاء الله الذاكره عندك زي الفل، ربنا يديك الصحه والعافيه. محمد بدير ده نجم النجوم ولاعيب كبير قوي 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 قوي. الله يخليك. يا ريته كان في الايام دي. الله يخليك يا كابتن فتحي، وازاي صحتك حبيبي؟ الله يخليك يا كابتن، الله يخليك. ما هو انا بفكر كابتن مصطفى بالمشوار بتاع الناشئين لما خدتني من ملعب وقابلنا الكابتن صالح سليم تحت في المكتب، وجبت والدي، وبقى فيلم بقى كبير بقى طويل. والبركه فيك بقى انت صاحب المشوار. بس هو بقى نصيب بقى، يعني ما انا بقول له لو فيك كان عندي نصيب. نتمنى انا كنت حزين انك كتير، يعني نتمنى ان يعني لعبت في النادي الاهلي. والله يا عبدين الله الحمد لله على كل حال يا كابتن، وده بيبقى نصيب بقى الحمد لله. وطبعا طبعا بيبقى نصيبه. زمان بقى اولياء الامور مش زي دلوقتي، يعني تاخدهم مش عايزين منه حاجه دلوقتي. زمان يقول لي لا وبعيد وهيبان فين وهينام فين وهيعمل ايه والعيشه وياكل ايه ويشرب ايه والكلام ده كله. طيب كابتن فتحي، هو بيقول لي دلوقتي انت كان لما جه الاختبارات دخل وكان جاي من المنصوره وحاطط الهدوم بتاعته كلها لففها في جورنال وحاططها تحت كتفه هنا، وبعدين دخل وقف في الطرقه. انت وانت داخل مع الله يرحمه المرحوم ابونا الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه، بصيت له كده وقلت له استنى. فبقول له دلوقتي وانا بتكلم معاه، بقول له هو كابتن فتحي بالنظره شاف الجسم وشاف الكلام ده، وممكن هل بالنظره ممكن تكتشف لعيب من دول حتى ما يبدا؟ الحمد لله، ده نعمة من عند الله يا كابتن. ونعمة بالله. ودي اللي خلتنا، يعني انت واحد منهم وكل المجموعة اللي هي كانت معاك. نعم. ازاي دلوقتي كانت العين لوحدها بتخيل اللاعب وبتخيل هيكبر وعضلاته هتبقى ايه وهيطول ايه وهيلعب فين وممكن يبقى الفريق الاول. كل تخيلي لما ببص على لاعب ناشئ هل هو فريق اول ولا لا، قبل ما افكر ان هو ياخد يلعب مسابقه. انا هيكمل مشواره ولا لا يعني؟ انا شفته لقيته مدملك كده وجامد، وهو كان من صغره جسمه جامد يعني. فاكر هو انا طبعا لفت نظري ايه ده؟ لا يا جماعه، قلت له طب استنى بقى يعني اشوفه. وبعدين جبت له بقى، كان هو جورنان، جبت له انا شنطه بلاستيك كده يحط حاجته فيها. ما قلتش انت على الشنطه البلاستيك دي؟ حصل عندك لحد دلوقتي؟ لا والله يا كابتن مصطفى، انا اقول يعني بدير وبدير الحمد لله ان ربنا وفقه في المنصوره ونجح وبقى منتخب مصر. رجعت دربته. ايوه مظبوط. ودربت منتخب مصر. شرف ليا يا كابتن. الايام دي قلت له يعني، فهو بعد كده لما كبر بقى قال لي يا ريت يا كابتن كملت معاك كده. قلت له خلاص بقى المصيبه بطير، يعني هتعمل ايه؟ بس يعني كان هو اسطوحي، والمجموعه دي يعني مجموعه من المجموعه المتميزين يعني. طب كابتن فتحي، يمكن عاوز اسالك سؤال مهم جدا. هل في مدربين دلوقتي اللي موجودين على في الانديه، في كل الانديه او في المحافظات او في الناشئين والكلام ده، ممكن بالنظر، انا بتكلم على الوقت الحالي، بالنظر ولا لازم يشوفوا الوقت، ولا الاختبارات بتتعمل بيجي لك 10,000 و15,000 في يوم عشان تختار منهم واحد؟ هل ممكن تشوف بالنظر كده على واحد وتقول ده هيبقى لعيب جامد قوي؟ اللي موجودين دلوقتي يا كابتن اشك ان ممكن، لان دي بتبقى موهبه. نعم. يعني احنا عندنا كام في مصر؟ كام مصطفى عبده؟ واحد. كام خطيب؟ واحد. نعم. اثنين. نعم. المواهب دي بتطلع نفس القصه، حتى المدرب اللي يبص بعينه ويقدر يختار وينتقي لاعب ويشوفه.
كابتن مصطفى انت تتذكر كنا احنا بنعمل اختبارات في النادي الاهلي كان بيجي لي في اليوم 1000. اه طبعا انا حصل. كنت من 7 الصبح لغايه 7 بالليل. حصل كنت عيني بركز اخاف لاي لاعب منهم. دي حقيقه فين؟ ما هو بعد الاهلي هيجي رايح على الزمالك، بعد الزمالك يعدي يروح على الترسانه، بعد على الترسانه يمشي لفته دي كده. نعم. اخاف ان واحد من عندي يعدي ويروح مثلا مع احترامي للزمالك او للترسانه، انا مش لازم اسافر لاجل الناس دي، وبعدين يقول لي ايه؟ يقول لهم اصل انا كنت رحت النادي الاهلي وفتح الفير ما خدنيش. كانت تبقى دي اكنك انت اهانه ليا. حصل انا بقول لك الحمد لله الحمد لله طوال عملي ومدتي اللي هي عشناها في النادي الاهلي عمرنا كله ما فيش لاعب دخل النادي وراح في حته ثانيه لعب. يعني من عندنا ما فيش حد من عندي فلت مني وراح على هناك، ودي برضه نعمه من عند ربنا. الحمد لله والله. انت تشوف الامكانيات بتاعه اللاعب، وزي ما بقول لحضرتك تتخيلوا فريق اول، ما تتخيلوش ان انا بختاره هنا الناشئين، وناشئين كتير في منه. وده حصل يا كابتن فتحي بعد اذنك معايا انا بالذات، بعد ما الموضوع بتاعنا وصل لطريق مسدود في نفس اللحظه والتو صعدوني الفريق الاول. ايوه يعني. ودخلت تصفيه صعود دوري ممتاز مع 6 فرق وصعدنا دوري ممتاز. يعني انت ما شاء الله ده موهبه كابتن فتحي من عند ربنا ليك انت دي. دي بقى من عند ربنا بقول لك. انا بتخيل اللاعب ده وهو فريق اول هيبقى شكله ايه؟ نعم. فالحمد لله الحمد لله يعني دي قليله دلوقتي يا كابتن مصطفى. طبعا دي مفقوده مش قليله، دي مفقوده دلوقتي. ما انا ما اقدرش ان انا يعني اقول بالمطلق كده ان ما فيش حد خالص هيقول لك انت بس اللي بتتكلم، لا يمكن يكون لا دي حقيقه، دي حقيقه عشان احنا ما عندناش مواهب دلوقتي يا كابتن. لا لا ما فيش مواهب، المواهب دي لازم تكتشفها وهي صغيره. تكتشف ليه بقى صغير؟ قصير، مش عارف يجري، ما بيعرفش يشوط. بالظبط حقيقة. كابتن ما عندكش لاعب في مصر دلوقتي في كل جمهورية مصر العربية بيعرف يشوط على الجول. اه والله. في ماتش من الماتشات شفت لعيب بيشوط كل ماتش 5 6 كور في كل شوط ومكسر الدنيا والعارضة وما عندناش حد. كابتن فتحي احنا ما عندناش 120 مليون لا في راس حربة ولا في باك ليفت. ولا عندك واحد بيشوط متخصص ان بيشوط من الجناب والكلام ده، ما عندكش 120 مليون. ده بقى تقصير من مين؟ ده اعداد صح. مفيش اختيارات. على كل حال يا كابتن فتحي بقى انت موجود معانا ان شاء الله في حلقه بقى عاوزين نتكلم على اكتشاف المواهب ونخش في عالم التدريب شويه عشان نقول للمدربين الحاليين ان زمان ما كانش فيه الامكانيات اللي موجوده دلوقتي، رغم كده ان زمان كانت بتطلع مواهب ومواهب كتيره جدا. واحنا اتكلمنا على مدرسة الثانوية الرياضية اللي طلعت نجوم ما كانش ليها اول من اخر. بالظبط وما فيش واحد فيهم دخل الثانوية الرياضية اللي احنا اختبرناهم ما لعبش منتخب مصر او ما لعبش درجة اولى. مش عايزة كلام ده بيثبت ان مش شرط بتوع لعيبة النادي الاهلي الانتقاء واختيار اللعيبة حتى في اندية تانية. كل اللعيبة يا كابتن مصطفى اللي في الثانوية الرياضية كلهم لعبوا درجة أولى ودوري ممتاز. ده في كل الألعاب يا كابتن فتحي، في كل الألعاب. أنا مش كرة بس. إن كنا بنعرف هنا العين بقى، العين لها دور قوي أكتر من طبعا العين مع الخبرة مع العلم مع التربية مع الثقافة الكروية يعني كده. دي بتقول لك يعني أنت فين ومكانك فين. ماذا وإلا ما كنتوش أنتوا ما شاء الله. أنا بديك مثل أهو. نعم. هات لي واحد، مش عشان انت مصطفى عبده، هات لي واحد زي مصطفى عبده وينج رايت مصر طلع بعد كده، مفيش. هات لي واحد زي الخطيب، مفيش. طب ليه مفيش؟ لان محدش اكتشف. هل ممكن نلاقي؟ ممكن. مصر مليانه. فين العين اللي تجيبه؟ فين نعم. العين اللي تجيب ده؟ هي دي المشكله. اختيارات عشوائيه كلها يا كابتن. ما هو لما بيبصوا لها بنظره ثانيه، بيبصوا للعيب بنظره تلاقيها كابتن بدير. ايوه كابتن. يعني مش من يعني الواحد بيبقى اعوذ بالله من كلمه انا، يعني الواحد لما بيبص على لاعب كده ايه ده؟ واقول له تعالى الله يرحمه
ثابت البطل لما جه وجه في يوم كنا جايبينه من الحمدية كان بيلعب وينج ليفت وبعدين بيلعب فوقف وهو واقف كده في الجول بيلعب يا عم ده جول احسن وينج ليفت ايه حته الجول الله يرحمك يا ثابت والله يعني طب العين جابته ليه لقينا ايديه لقينه بيقف ازاي وما يترميش قافل لي الزاويه جنني اشوف يمين ما فيش شمال ما فيش يعني بعكس مثلا اكرامي كان في نفس الفتره طبعا يطير اكرامي يطير في كل حته ابص لكن ده لا ما يطيرش يتحرك خطوه طب مين قال له ما حدش قال له موهبه موهبه عنده نعم نعم فروحنا جايبين يعني الحمد لله انا اسف ان انا طولت عليك لا يا حبيبي احنا سعداء بوجودك بس احنا هتبقى في حلقه مخصوصا نتكلم على التدريب وعلم التدريب وازاي الموهبه كانت بتكتشف ازاي عشان ندي صوره بس للمدربين مع احترام المدربين الموجودين يلا يا كابتن مصطفى واحنا احنا جاهزين الله يكرمك بجري في اي وقت وفي اي ساعه وفي اي مكان ما تحرمش منك كابتن وكابتن بدير اهو بشكرك شرفتني يا كابتن فتحي والله متشكر يا كابتن بدير وربنا يوفقك يا حبيب قلبي وانت لو هنا دلوقتي كنت ممكن نقطعك نوزعك على خمس ست فرق والله الله يخليك كتر خيرك كابتن فتحي متشكرين على مداخلتك معانا كابتن سلامة حبيب قلبي مع ألف سلامة كنت في النادي الأهلي وجبت الوالد ودخلت النادي الأهلي والأهلي أنت بتقول هو واقف مع كابتن صالح بيتكلم بتقول مش يعني